السلام عليكم. بداية الحلقة مع لاعبنا الدولي حنبال المجبري اللي عاد اليوم للتدريبات مع فريقه مانشستر يونايتد من أجل التحضير للموسم الجديد، الموسم اللي تسبقه 3 تربصات، تربص تايلاند، تربص أستراليا وتربص النرويج. حباء المانيو اللي تستنى فيهم 5 مقابلات ودية تحضيرا للموسم الجديد. 12 جويلية مباراة القمة مانشستر يونايتد ليفربول، 15 جويلية مانشستر يونايتد ميلبورن فيكتوري الأسترالي، 19 جويلية مانشستر يونايتد كريستال بالاس، 23 جويلية مانشستر يونايتد أستون فيلا، و30 جويلية كيف كيف مباراة قمة مانشستر يونايتد أتليتيكو مدريد الإسباني. إن شاء الله حنا بعل المجبري ياخو فرصته في التحضيرات حتى يكون جاهز من بداية الموسم، على عكس الموسم السابق. الموسم السابق بكنا نتفكروا حنا بعل المجبري أول 6 دقائق ليه لعبهم ضد ليفربول، المقابلة اللي انتهت 4-0 لصالح ليفربول. المقابلة الثانية وأول مقابلة لحنا بعل المجبري كأساسي منذ قدومه المانشستر يونايتد كانت في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس، المقابلة اللي انتهت بفوز كيف كيف كريستال بالاس. حنا بعل المجبري تقريبا لعب 64 دقيقة وخلى انطباع إيجابي في الدقائق اللي لعبهم مع فريقه مانشستر يونايتد الموسم الفارق. بما أنه نحكيه على مانشستر يونايتد، أكيد فينا شكون سمع باللاعب الشاب، اللاعب اللي مازال ما تجاوزش عمره 19 سنة عراقي الجنسية، زيدان إقبال. إقبال اللي كان متواجد في تدريبات الفريق قبل عودة النجوم، وبما أنه النجوم عادوا اليوم وعاد معهم حنا بعل المجبري، يعني النجم يقولوا حنا بعل المجبري نجم من نجوم مانشستر يونايتد أو النجم الصاعد للمانيو. المدرب إيريك تنهاج المدرب الجديد قال بالحرف الواحد انبهرت من إمكانيات العراقي زيدان إقبال. كيف كيف قال علاش اللاعب هذا ما خذاش فرصته كيف ما يلزم يا خوها الموسم الفارط. نجم تقول لي ايش مدخلنا في العراقي زيدان إقبال واحنا نحكيه على آخر تحضيرات المنتخب التونسي قبل المونديال قطر، واحنا نحكيه على آخر أخبار المنتخب التونسي أخبار لاعبينا الدوليين. تحب تعرف اقول ولهنا ركز معايا وتبعني باش تفهم شنو حبيت نوصل لك. زيدان إقبال 19 سنه من اب باكستاني وام عراقيه، يعني عنده الجنسيه العراقيه الجنسيه الباكستانيه والجنسيه الانجليزيه جنسيه المولد او جنسيه المنشا. زيدان إقبال جدد عقده مع فريق مانشستر يونايتد 2025، وهذا دليل انه اللاعب في حسابات الفريق في المستقبل. كيف كيف وكما قلنا قال عليه المدرب الهولندي إيريك تنهاك اللاعب صاحب إمكانيات كبيرة وأكيد باش يكون عنده مستقبل في الفريق. المنتخب العراقي بلد اللاعب اللي نحكيه عليه فاز بكأس آسيا 2007، تأهل مرة واحدة لكأس العالم وكانت سنة 1986. أفضل تصنيف للمنتخب العراقي كان 39، أسوأ تصنيف للمنتخب العراقي كان 139. حالياً المنتخب العراقي تصنيفه 70. مع هذا زيدان إقبال اللي المستقبل مازال قدامه، اللي عنده إمكانية باش يتقمص ألوان المنتخب الإنجليزي. زيدان إقبال اللي منتخب بلاده متأهلش لكأس العالم ومع هذا يخير ويفضل باش يتقمص ألوان منتخب الرافدين. في المقابل المنتخب التونسي فاز بكأس إفريقيا 2004 ووصيف نسخة 65 و96 في جنوب إفريقيا. المنتخب التونسي تأهل لكأس العالم 6 مرات كأكثر منتخب عربي مع المنتخب المغربي تأهلا لكأس العالم. أفضل تصنيف للمنتخب التونسي كان 14 عالمين. أسوأ تصنيف للمنتخب التونسي كان 65. التصنيف الحالي للمنتخب نسور كارتاج 30. يعني بالأرقام وكما شفنا مع بعضنا أرقام المنتخب التونسي أفضل من أرقام المنتخب العراق. مع أنه المنتخب التونسي متأهل كأس العالم رفضنا محمد زكي العمدوني وخير علينا المنتخب السويسري أقل من 21 سنة. مع أنه المنتخب التونسي متأهل الكأس العالم رفضنا يوسف الشرميتي وخير علينا المنتخب البرتغالي أقل من 18 سنة. مع أنه المنتخب التونسي متأهل الكأس العالم يان فاليري لاعب ساوثامبتون الإنجليزي، اللاعب اللي ما عنده حتى فرصة باش يتقمص ألوان المنتخب الفرنسي مازال يفكر ومازال ماخذاش قرار باش يتقمص ألوان المنتخب التونسي. وما نحكيوش على إسماعيل الغربي وكيف كيف على هيثم حسن اللي الأمور تجاههم إلى حد الآن مازالت أمور غامضة. ولهنا راهو المشكل مش في المنتخب التونسي، المنتخب التونسي منتخب عريق
منتخب كبير في القارة الإفريقية، لكن المشكل في الناس اللي خذوا المناصب الحساسة هذه وهما ما همش يقدر. ليه من نجم كان نقول برافو للجامعة العراقية وما على الجامعة التونسية كان باش تتعلم منهم، لأنه لو الجامعة العراقية تفاوضت مع اللاعب بعد ما أصبح معروف تتحسب للجامعة العراقية، لأنه مش بالسهل منتخب مش متأهل لكأس العالم يتفاوض مع لاعب شاب، لاعب عنده مستقبل في فريق كبير، فريق في قيمة مانشستر يونايتد، وتتوفق باش تغلق ملف اللاعب بنجاح. ولو الجامعة العراقية تفاوضت مع اللاعب قبل الشهرة وقت اللي لاعب مازال مغمور، لهنا دليل انه وقت اللي تتفاوض مع لاعب، والكلام على المنتخب التونسي اللي الى حد الان مسمعناش قاعد يتفاوض مع ملاعبية مازالوا ما وصلوش للشهرة، راك وقت اللي تعطي قيمة للاعب وتحسوا انه على سبيل المثال تونسي هو مازال مغمور راك تستفاد منه بعد ما يكون مشهور. نختم الحلقة بالمدرب التونسي مهدي النفطي، مهدي النفطي اللي كان ليه تصريح مع قناة وين وين العراقية أو القطرية عفوا، وقال ما عنديش مشكل في تدريب المنتخب التونسي في المستقبل. لأن نحب نقول التصريح هذا راهو مهوش وقته، لأنه حاليا كلنا جلال القادري، كنا المنتخب التونسي اللي حضر المونديال قطر، المونديال اللي مازال عليه تقريبا أقل من 5 شهور. لهنا وقت اللي ندعمه جلال القادري رانا قاعدين ندعمه في المنتخب. أي صحافي أي إعلامي أي يوتيوبر عنده مشكل مع جلال القادري يحطها على جنب حتى لا نعكر الأجواء في المنتخب. ولو فرضنا على سبيل المثال قبل دورة الكيرين المنتخب التونسي ينهزم أمام منتخب الشيلي، في المقابلة الثانية المنتخب التونسي كيف كيف ينهزم أمام منتخب غانا، بما أنه المنتخب الغاني انهزم أمام المنتخب الياباني، راهو ما عدنا حتى حل إلا وندعم جلال القادري، على خاطر الوقت ما عادش يسمح باش نغيره مدرب. فما بالك بجلال القادري يقدم دورة خارقة للعادة، يقدم دورة إيجابية، دورة يفوز فيها على المنتخب الشيلي 2-0 ويفوز فيها على المنتخب الياباني في عقل إدارهم 3-0. منتخب التونسي مع جلال القادري في 6 مقابلات انتصرنا في 4 وتعادلنا في 2 وما قبلنا ولا هدف، يعني بالأرقام أرقام إيجابية مع جلال القادري على رأس المنتخب التونسي. فيما يخص مهدي النفطي مانيش ضد المدرب باش يدرب المنتخب التونسي في المستقبل. نفطي اللي مسمينه في إسبانيا مورينو الدرجة الثانية الإسبانية، يعني طريقة تدريب مهدي النفطي نتصورها تتمشى مع ستيل دو جو متاع المنتخب التونسي. المنتخب التونسي كما نعرفه كما قال رياض محرز المنتخب التونسي على طريقة أتلتيكو مدريد، يعني منتخب تونسي عنيد عتيد كيف ما قال كيف كيف جينارو جاتوزو، المنتخب التونسي اللي عنده دفاع صلب دفاع قوي. ومهدي النفطي طريقة اللعب متاعه تتماشى مع دفاع صلب لأنه يلعب الدفاع ويلعب على الهجمات المعاكسة، ونتصور هذه هي طريقة المنتخب التونسي. ما نقطة في تصريح مهدي النفطي نقطة مهمة ومهمة جدا، قال الشخصية متاعي ما تسمح ليش باش ندرب المنتخب التونسي، أو لو فرضنا دربت المنتخب التونسي في المستقبل وباش يلقيوا عليا الأوامر. علاش قال مهدي النفطي باش يلقيوا عليا الأوامر وقت اللي رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري، وكلنا نعرفه وديع الجري برشا كلمات قاعدة تتقال على رئيس الجامعة انه يلقي الاوامر على المدربين اللي ياخذوا زمام الامور في المنتخب التونسي. حلقتنا اليوم وفات حظ موفق الحنا باع للمجبري في تحضيراته مع فريق مانشستر يونايتد اللي كيما قلنا باش تبدا نهار 12 جويلية. حظ موفق كيف كيف الجلال القادري في كأس العالم مع المنتخب التونسي، وان شاء الله مع جلال القادري مدرب تونسي نتأهله اول مرة للدور الثاني، وحظ موفق كيف كيف المدربنا التونسي مهدي النفطي مع مشواره أو في مشواره مع فريقه ليفنتي في الدرجة الثانية الإسبانية. وفي الختام البياري كالعادة ما تبقى كبش يقولكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، سلام.